السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمناكم كاملين تكونوا بخير بألف صحة وعافية يا ربي. ولقاكم فيديو ديالي هانيين. كما شفتوا اليوم الفيديو مختلف، يعني واحد الوصفة ديال الشعر كيراتين اللي هو طبيعي بواحد المواد اللي هي متواجدة في البيوض ديالكم، وصراحة النتيجة غادي تبهركم من أول تجربة. فغادي نتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا هكا الطريقه وتشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. كما شفتوا كتلاحظوا الشعر كيبان لكم مسبسب وكيبان لكم مرطب. فهاد الكيراتين هذا صراحه زوين بزاف والله العظيم البنات، والله مني غتجربوه قسما بالله الا غتجيو تشكروني عليه. فقط غادي نداوموه جوج المرات في الاسبوع وغادي تلاحظوا النتيجه، غادي تلاحظوا واحد التغيير كتير في الشعر ديالكم. فغادي ندوزو مباشرة للمكونات. السلام عليكم البنات، اليوم غنوجد معكم واحد الوصفة كيراتين طبيعي ديال الشعر اللي كيجي زوين والمكونات يعني بسيطة جدا. فغادي ندوز مباشرة نشوفو المقادير اللي غنحتاجو. غادي نحتاج الرز، وغادي نحتاج زريعة الكتان او بذور الكتان. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، انا غادي ندير هاد الوصفه هذه غادي نديرها لبناتي بجوج وحتى انا، يعني غندير كميه مضاعفه. غندير واحد تقريبا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني اللي غادي يدير غير الشاي يعني غير واحد غادي يدير غير ثلاثة ديال المعالق. انا درت ستة، يعني غندير هكا الكميه دوبل. غادي نديرها وغادي نضيف عليها الماء هكا واحد الكميه اللي غادي طيب فيها. هادي وغادي نحطها هكا جانبا، وغادي ندوز ناخذ واحد الكاسرونه واحده اخرى وغادي ندير الرز. الرز حتى هو غادي ندير كميه مضوبله، اللي غيدير غير واحد يدير غير ثلاثه المعالق، انا غادي ندير سته خمسه سته وشي شويه، يعني انا غندير الكميه كامله. غنضيف عليه حتى هو الماء وغادي نخليه هكا يطيبوا ليا. نشعل عليهم بوطه مهينه وغنخلي هذا الرز حتى يطيب مزيان. وهذه بالنسبه لهاد البذور الكتان غادي نخليها تقطر حتى كتطلق لينا ديك الرغوه، نتوما غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. فكما كتشوفوا كتقي كنبقاو نطيبوا فيه حتى كتبدا كتطلق لينا هاد اللوجي ديالها بحال الرغوه. صافي كنبقى نطيب فيه هكا وكنحرك حتى كتطلق ليا هاد الرغه ديالها. يعني الا خاصكم الماء تزيدوها شويه الماء. مع انا غادي ندير ليا والبناتي درت هاد الكميه هكا، نتوما غادي تستعملوا غير ثلاثه المعالق بحال هادو. كتشوفوا ملي كتبداي طيبي فيها كتبدا تطلق ليكم هاد الجال ديالها كما كتشوفوا. كتبقاي طيب كنبقاو نطيبو هكا ونحركو حتى كطيب لينا زعما مزيان وكتطلق لينا هاد الجال ديالها مزيان. عاد باش غادي ندوزو عاد باش غادي ندوزو نطحنوها ونكملوا الباقي ديال الوصفه. الرز حتى هو نفس الطريقه غادي نبقى نطيب فيه حتى كيطيب زعما كتبقى ليا غادي ديك المحد دق دق باش غادي ندوز حتى هو نطحنو ونكملوا الباقي ديال الطريقه ديالنا. الرز حتى هو نفس الطريقه كنبقى نطيب فيه حتى كيطيب ليا مزيان. صافي وعاد باش غادي ندوزو نكملو الباقي ديال الطريقه ديالنا. كما كتشوفوا دابا ها هو يعني شرب ليا الماء ديالو. صافي دابا غادي نطفي عليه وغادي ندوز باش غادي نطحنو ونكمل معكم الباقي ديال الطريقه. كما كتشوفوا صافي الرز ديالي طاب، يعني وكح، يعني ما بقاش هذوك الحبيبات الكحلي اللي كتشوفوا، راه غير ديال بودور الكتان
يعني كنت كنحرك بنفس المعلقه وكيبقاو ليا دوك البودور تما، هاد الكحلي اللي كتشوف. صافي دابا غادي نطفي عليه ونخليه باش غادي ندوز باش غادي نطحنو ونوريكم الباقي ديال الطريق. صافي كما كتشوفوا من بعد ما طيبتها كما كتشوفوا يعني كطلق ليا داك لو جيل ديالها. غنوريكم فكما كتشوفوا صافي من بعد ما طابت ليا كطلق ليا هاد لو جيل هذا. وبالنسبه بالنسبه للرز فهو طاب كما كتشوفوا، هذه راه غير بودور الكتان اللي كانت داك ليا فهو طاب. غادي ندوز دابا نطحن هذا ونخلي هذا حتى يبرد. صافي غندوز دابا نطحن هذا الروز مزيان هكا بالميكسور. الا ما طحنوش لكم ميكسور ديريه في المولينكس، لان انا ما بان ليا ما كيطحنش مزيان. غادي نقلبه في المولينكس باش تطحن ليا مزيان. صافي من بعد ما طحنت هذا يعني باقي ما تطحنش ليا مزيان، خلطتهم بجوج وطحنتهم. غادي نضيف ليهم واحد البيضه كاملة او صفر بيضة، من الاحسن تكون بلدية. وغادي نضيف ليهم زيت ديال الارغان، يعني اي زيوت اي زيوت تكون عندكم. فانا غادي نضيف ليهم واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الارغان، وغادي نضيف واحد جوج المعالق ديال الزيت البلدية ثلاثة. صافي وغنطحن هذا الخليط ونتلاقى معاكم. شوفوا يعني هذه هو الخليط من بعد ما طحنتهم، يعني لا بقات لكم الحبيبات تقدروا تصفيهم، ولكن طحنوهم مزيان حتى ما يبقاو عندكم حتى حبيبات. انا راه طحنتهم في ما كنت غنطحنهم بالميكسور وما طحنهمش ليا مزيان، وعاود قلبتهم في مولينكس وطحنتهم مزيان كما كتشوفوا، يعني ما كيبقاوش لكم دوك الحبيبات. صافي وغادي ندوزو دابا باش نطبقوهم على الشعر ديالنا. فكما كتشوفوا الشعر من الداخل هكا مدرج ليها من الداخل، فغنديروا ليه الخلطه وغادي تشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. فبالنسبه للخلطه هي هذه كما كتشوفوا، دابا غادي ندوزو باش نطبقوا ليها على الشعر ديالها. صافي كما كتشوفوا هذا هو الشعر ديالها، دابا غادي نحاولوا نطبقوا عليه الخليط. فغادي احتاجيت انا هذا البانسو، هذا اللي ما عندهاش يعني ماشي ضروري. صافي هكا وكندهن الشعر هكا من الداخل، وتخدموا غير بيديكم يعني ماشي ضروري هذا. نجيب واحد الزيف نديرو ليه عليه. صافي هكا غندير عليه واحد الزيف وعاد باش نكمل الطريق. صافي كما كتشوفوا يعني انتم حاولوا تصفيوها مزيان. صافي وكنبقى ندير ليها هكا يعني بهذه الطريقه هذه. كنحاول نخدم الشعر هكا
صافي كنبقى نخدم ليها شعره هكا، كنحاول ندخل فيه هذا الخليط وانا كنهبط لتحت، يعني ناري عفوا كنحاول نخدم الشعر هكا، كنورك هكا يعني كنخدمو هكا كنجبدو شويه. صافي وكندهنو كامل وكنخليه تقريبا واحد المده ديال اقل مده يمكن لكم تخليوه هي 3 سوايع، يعني كل ما خليتو اكثر كل ما غتكون النتيجه احسن. 3 سوايع، 4 سوايع، 5 سوايع، حتى 6 سوايع، 7 سوايع، ماشي مشكل. يعني كل ما خليتوه هكا مزيان فهاد المكونات كلها طبيعيه، يعني كلهم ما عندهم حتى ضرر. صافي هكا وغادي نخليه ليها واحد المده تقريبا ديال واحد 3 سوايع، وهذا من بعد غادي نشوفوا النتيجه النهائيه. كما كتشوفوا هذا هو الشعر ديالها، يعني من بعد ما كانوا تجاعيد فاكيد جبدتو شويه بالسوشوار، ضروري واحد شويه، ولكن كما كتشوفوا كانت عندها الزغبه شويه يعني واقفه. كما كتشوفوا يعني الشعر زوين، كما كتشوفوا كيصور زوين. من بعد ما خليتو ليها تقريبا خليتو انا مده اكثر من 3 سوايع هكا، كتشوفوا النتيجه غادي تصدمكم صراحه، غادي تصدموا من النتيجه لانها زوينه. وتبقاو ديروا هذه الوصفه جوج مرات في الاسبوع فهي ما عندها حتى اضرار على الشعر. كما شفتوا بان الشعر ديال بنتي شويه كيكون مدرج من الداخل، فواخا كانت كتصايبو بالسوشوار كيبقى شويه فيه، هذا جبدناه ليها بالسوشوار هكا جا كيبان يعني مسبسب كما كنقولوا رطب. مول الفوخة كتجبدو بالسوشوار كيبقى شويه فيه داك كيبقى شويه مجعد، ما كيكونش كاع هكا. فالصراحه النتيجه غادي تصدمكم وغادي تصدموا من النتيجه من اول تجربه. كنتمناكم تجربوا هاد الوصفه، واللي جربات الوصفه تخلي ليا في الكومونتير كيفاش جات معها، فجربوها ما غاديش تندموا عليها البنات، ما غاديش تندموا. والمكونات اللي بسيطه ودائما تقريبا كتكون عندنا في البيت ديالنا.